إعادة شوارع القاهرة الرئيسية إلى سابق عهدها من الجمال والمظهر الحضري جعل مديرية أمن القاهرة تواصل حملاتها الانضباطية. ميدان الألف مسكن أحد الميادين التي تعاني من إشغالات وتعديات، تم استهدافه بحملة مكبرة لإعادة الانضباط إليها من خلال إزالة المظاهر العشوائية والمخالفات التي تشوهه من أكشاك وباعة جائلين ومواقف عشوائية، ونجحت الحملة في إزالة هذه الصور السلبية، ما أدى إلى تحقيق انسيابية مرورية كبيرة في حركة المشاة والسيارات وزيادة الطاقة الاستيعابية المرورية للميدان.